تمرين حرف الهاء هذا الجزء الأول الجزء الثاني هاء فاء الجزء الثاني فاء حركة زي ما احنا شايفين هذا السهم هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كده رسمنا الهاء طب لم ألف حركة طولها نقطتين فقط ثم راء طويلة ثم ألف ثلاث نقاط دي نقطتين ودي ثلاث نقاط والفراغ ده نقطة والمسافة من هنا لهنا أربع نقاط واحد اثنين ثلاثة أربعة اللام ميم عايزين نأكد على الفراغ هذا سين نقطة ثم نقطة ونصف ثم الكاسة ها دال مقلوبة كده وبعدين دوران هنا نقطتين وهنا ثلاث نقاط واحد اثنين ثلاثة والخروج ده من هنا كده خروج ده نقطة لو أنا عملت الجزء ده كده رسم هتبقى بقى